تبرر استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في مناطق أخرى أبرزها رابع العدوية. زخات رصاص تنهمر من المئذنة الأعلى في العاصمة المصرية القاهرة فتبرر شن هجوم مسلح على المحشورين داخل بيت الله. هكذا ظهرت الحبكة أو العقدة الدرامية الأهم في سيناريو اقتحام قوات الشرطة المصرية لمسجد الفتح قرب ميدان رمسيس. لكن إخراج العملية أمام كاميرات التلفزة شابته أخطاء وعثرات ما كان من الممكن تلافيها على الفور، ومنها وفق ما أظهرته صور البث الحي أن أيا من العسكر والبلطجية والمتفرجين المدنيين الذين تجمهروا هناك لم يصب بأذى من الرصاص المنهمر من المئذنة، بل إن أيا منهم لم يرتجف للحظة كما لم يحاول حماية نفسه بساتر ما. ومنها وفق قول العارفين بخارطة المكان أن المدخلين المؤديين إلى مصعد المئذنة كانا يقعان طوال ساعات الأزمة تحت سيطرة الشرطة، ولم يكن في وسع أحد الوصول إليهما بغير علمها وموافقتها. اتهام المعتصمين باستخدام العنف المسلح إذن يبدو هنا موضع شك كبير، وهو شك ذهب بخصوم السلطة الحاكمة إلى حد التأكيد على أنها هي التي افتعلت إطلاق النار من المئذنة حتى ترفع عن نفسها حرج الهجوم على المتظاهرين السلميين الذين يقولون أيضا إنهم لم يعتصموا في المسجد وإنما فروا إليه هربا من البطش الذي استخدمته الشرطة وأعوانها ضد مظاهرات المعارضين للانقلاب في الليلة السابقة. وكانت ذريعة مشابهة في هشاشتها قد استخدمت كذلك لتبرير الهجوم المسلح على مظاهرات الجمعة. قيل بلسان سلطة الانقلاب الحاكمة إن مسلحين أطلقوا النار على قوى الأمن من فوق جسر 15 مايو فردت عليهم بالمثل، وهي حجة كان يمكن أن تكون مقنعة ويتفهمها الكثيرون لولا أن حصيلة المواجهة حول وفي ميدان رمسيس زادت على 200 قتيل غالبيتهم الساحقة طبعا من المتظاهرين، ولولا أن هؤلاء المتظاهرين أيضا ومن ضمنهم الذين وصفوا لاحقا بمعتصمي مسجد الفتح قد طردوا وتعرضوا للتنكيل من قبل البلطجية بين شوارع المحروسة على مدى ساعات طويلة. في جزء آخر من سيناريو تبرير استخدام القوة المسلحة ضد المتظاهرين اتهمت وسائل الإعلام الرسمية جماعة الإخوان المسلمين بإحراق مبنى شركة المقاولين العرب في ميدان رمسيس، غير أن هذه التهمة تبددت من فورها لتتحول فضيحة مدوية مع إعلان رئيس الشركة المهندس أسامة الحسيني أن طائرات الجيش هي التي أضرمت النار، وهو موقف سرعان ما دفع الرجل ثمنه بإقالته من منصبه. ماذا يبقى بعد من الأسباب التي سيقت لقتل وجرح واعتقال مئات المصريين في ميدان رمسيس نهاية الأسبوع الماضي؟ لا شيء، نعم لا شيء. وحتى حين يتعلق الأمر بمذبحة رابع العدوية فإن الأمر لا يختلف كثيرا. لقد تحدثت سلطة الانقلاب الحاكمة ولا تزال عن مسلحين إرهابيين ومخازن سلاح، ثم حين غرد صحفي فرنسي خارج جوقة العزف الإعلامي الجماعي لهذا اللحن وقال إنه كان هناك ولم ير شيئا مما يزعمون، رد عليه الدكتور مصطفى حجازي مستشار الرئيس المؤقت بلا شيء. معنا من القاهرة شؤون